هي ما تكفاش كلمة، في كلمات في حق مارادونا، لاعب كبير، لعب في فرق أرجنتينية، من بعد احترف وكان دا كأس العالم ديال 86 1986، حنا باقيين صغار وكنتشبعوا بمارادونا لأنه لاعب كبير، بحكم أني لعبت في الاتحاد البيضاوي الطاس ولعبت في الرجاء البيضاوي فيتيان، كنتمناو نكونوا بحال مارادونا. والحمد لله الساحة الرياضية فقدت من أحسن اللعابة في العالم، الله يولي برحمة الله، ونتمناه يكون تكون ليه المغفرة مع عند الله سبحانه وتعالى. وكيبقى مارادونا لعاب كبير بقى ما نجباتوش شي أم في العالم. والحمد لله أنه أعطى مع فريق برشلونة، أعطى مع فريق نابولي، أعطى مع فريق بوكا جينيور، ولعاب كيبقى كبير مارادونا. ما يتعوضش لان جا ميسي، ولكن ميسي عنده الطريقه الخاصه ديالو، كتعرف ميسي لعب حتى هو كبير وهذا وسميتو، ولكن مارادونا عنده لعب يعني سبيسيال، بحال شي واحد صنع مارادونا، ما يمكنش شي شركه اخرى دير بحال داك الصنع اللي صنع مارادونا، لانه كي من الصغر ديالو هو الموهبه فيه، كي جونغلي بتينيس، هاي جونغلي بليمونه، لعاب اللي عطى الشيء الكثير للارجنتين، وفقدته الدولة الأرجنتينية خاصة وعامة، فقدوا العالم كامل. وراك شتي دابا هاد اليومين هادي راه كلشي كيهضر على مارادونا. مارادونا واحد اللاعب كاين صراحة في الجيل ديالي، كنت صغير واخا أنا ما عنديش مع الكرة ولكن مارادونا كاين صراحة. مارادونا كنت كنشوفو صغير كان ديما معروف، هو مارادونا في العالم كله، في نابولي فهمتيني، نابولي في طاليان فهمتي، كان هو كيقولوا اخطر واحد، كانوا شي واحدين اخرين ثاني في الجيل ديالو واعري بصراحه فهمتيني، ولكن كاين ماشي كاين شي لعاب غيعوض مارادونا كيقولوا ميسي ولكن مارادونا استاذ فهمتي، ولكن جيني يقدر يكون شي واحد غيخرج فهمتي بحال مارادونا، ولكن ما عرفش صراحه. اولا بالنسبه لي مارادونا لاعب عطى بزاف، نهضروا على كره القدم، بالنسبه لي احسن لاعب في التاريخ، ما وكان ممكن يكون شي لعب بحال مارادونا، ولكن حاليا ما كاينش بالنسبه لي شي لعب بحال مارادونا، ما كاينش كنظن شي لعب بحال مارادونا حاليا. بالنسبه لي الوفاه ديالو كاين بزاف اللي كيقولوا الله يرحمه، اولا خصنا نشوفوا الاسلام واش كيقول هو الاول، الا توفى واحد الانسان اللي ماشي مسلم اشنو خصنا نقولوا؟ ماشي خصنا نجيو نبداو نقولوا الله يرحمه. انا واحد الصديق ديالي قال لي بلي مارادونا كان كيتعاون مع المسلمين، كان كيوجا المغرب متواضع، هذه حقيقه نقولوا بان جا المغرب متواضع عكس ميسي اللي ما عرفتش شكون كيسحب راسو ما باش يجي المغرب والصهيوني وما كيتعاونش مع المسلمين، هذه هضره اللي كتروج. بالنسبه لي انا مارادونا كرويا لعاب كبير، لعاب عطى بزاف كره القدم حقيقه، هي هذه ما نكذبوش على راسنا. هو انا اللي ننصح المغاربه والمسلمين عامه ما نبداوش نقول الله يرحمه والله يغفر ليه، حيت هو ما احنا ماشي على الاسلام، ما عرفتش واش مات على الاسلام ولا لا، ما يخصنا نسول على هذا الامر هو الاول. ثانيا مارادونا راه غيبقى اسطوره كرويه، انا شخصيا كنقول مارادونا الراي ديالي، العلم لله، هو انا الراي ديالي هو ان مارادونا ما غيتعوضش، لان لاعب دار شي حوايج اللي حاليا وخف في عز التطور ديال الكره في ميسي ورونالدو، واخا انا شخصيا رونالدو عزيز عليا، مي ما كاينش شي لعاب بحال مارادونا. واش هادي انا كاع ما حاضر لي، ولكن اللي كيعاودوا الناس عليه لعاب خطير تبارك الله، راه عنده في رجله عنده ما يقول فهمتي، وانت دابا راه باقي شاد الكره كاع كيف ما تقول، باقي شاد التيران، كذب عليك بحال قلتي واحد النقص ديال الكره كاع ما غاديش تبقى الحلاوه ديالو، هو كانت عنده واحد الحلاوه في بالون في شكال فهمتي، ماشي بحال دابا. لا ما كاينش واحد اللي غادي يعوضه فهمتينا الصاط، ما كاينش واحد اللي غادي يعوضه في لعبه في اللعيبه، هذاك السيد بزاف تبارك الله، نخلي هذاك الراس وهذاك كذا بالك كذا بالك، كون غير جا شي واحد رومبلاسي ولا شي لعيبه هذيك حلاوته الصراحه، ولكن دابا صافي مشى هذاك كرة القدم حتى هي وقال مشات معاه. مارادونا شي حاجه اسطوره دازت كرة القدم، تمشي مارادونا تبقى الوالده والوالد حدايا صافي، هادشي اللي كاين، ومارادونا راه عندنا في الراجه صافي، ما بغيناش حنا شي مارادونا اخر.